السائلة من اليمن تقول بأنها أدت فريضة الحج، تحمد الله على ذلك، وتذكر بأنها فتاة غير متزوجة. فهناك أناس يقولون بأن حجتها لم تكتب بحجة لأنها لم تكتمل أو لم تكمل نصف الدين، فهل هذا القول صحيح بأن الله لم يقبل حجتها؟ أفيدونا بذلك. هذا القول غير صحيح، قول باطل. إذا حجت المسلمة أو حج المسلم قبل الزواج فحجه صحيح إن شاء الله، ويؤدي عنه الفريضة إذا لم يكن افترض الحج، أو يكون نافلة إذا كان قد أدى الفريضة. الحاصل أن حجه صحيح ولو لم يتزوج، ولا علاقة للحج بالزواج.